محمد من الغربيه. محمد من الغربيه زعقوا لي عشان انا بقعد ارغي كتير. الو السلام عليكم. اهلا استاذ محمد. استاذ محمود ازيك يا باشا؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. والله يا فندم انا عندي شكوى يا فندم. انا بنتي في مدرسه في طنطا في مدرسه اسمها مؤسسه العجيلي. الصنطة؟ طنطا طنطا طنطا. اي يا فندم. المدرسه دي يا فندم لحد دلوقتي ما سلمتش البنت الكتب الدراسيه لحد دلوقتي. مدرسه ايه يا استاذ محمد؟ مؤسسه العجيلي. مؤسسه العجيزي. العجيزه؟ اي العجيزي. اي يا فندم العجيزي. اه العجيزي. ايوه يا فندم. دي مدرسه حكوميه؟ مدرسه حكوميه يا فندم. وضغط على الاداره التعليميه والمدير قال لي المشكله في الوزاره ما بعتوش كتب. ما ادوش ولا كتاب؟ ولا كتاب يا فندم. البنت بتروح بشنطتها والسندوتشات بتاعتها وترجع تاني. طب هي في سنه ايه؟ سنه تانيه ابتدائي يا فندم. وبتعمل لها سندوتشات ايه؟ والله يا فندم ضغط يا فندم بقى على الاداره التعليميه للمدير الاداره والمدير والوكيل الاداره قالوا لي الكتب ان شاء الله هتيجي بكره هتيجي بعده. الكلام ده يا فندم من ساعه ما الدراسه ما بدات لحد النهارده. انت بتعمل لبنتك سندوتشات ايه الصبح؟ اللي موجود يا فندم بقى. يعني زي ايه يعني؟ حلاوه مثلا؟ يعني حلاوه سندوتشات جبنه الكلام ده يا فندم. طيب ربنا معاك. بتشتغل ايه يا محمد؟ انا موظف يا فندم. موظف؟ طيب بس ممكن اسالك على مرتبك ولا؟ لا يا فندم عادي مفيش مشكله يا فندم. كام مرتبك؟ الحمد لله يا فندم مستوره 2000 جنيه. كويس. 2000 جنيه دول بيعملوا لك ايه يا محمد ده؟ والله يا فندم اهو ايجار مثلا والكهرباء طبعا والميه ما وصلتش طبعا. الفاتوره لسه جايه لي 90 جنيه ميه النهارده مش عارف ايه اللي بيحصل. انت 90 جنيه ميه؟ والله 90 جنيه الفاتوره جايه لي النهارده. ليه عندك جنينه؟ مش عارف يا فندم والله حضرتك انا مش عارف. انت ساكن في كام اوضه ولا ايه؟ هي شقه 3 اوض يا فندم. وما عندكش جنينه ولا حاجه؟ لا للاسف لسه ما ربنا ما كرمنيش بالجنينه. و90 جنيه ميه في الشهر؟ والله يا فندم 90 جنيه ميه في الشهر النهارده. والكهرباء يا محمد؟ الكهرباء الحمد لله من 40 ل 50 جنيه يعني. كويس. نوعا ما. طيب كويس. وبعدين بقى ال 2000 جنيه دول يقضوك اكل وشرب ولبس العيال وبتاع؟ والله الحمد لله يا فندم مستور الحمد لله نحمد الله على كل حاجه الحمد لله. مراتك بتشتغل؟ لا يا فندم لا ما بتشتغلش. لا يعني لما نقول واحد دخله 2000 جنيه مثلا في الشهر، عندك مثلا انت بنتك دي عندك كمان ولاد؟ عندي ابني اسمه زياد. اكبر منه. عندك ولد وبنت ربنا يخليهم لك. ربنا يبارك لك. بتقدر تعلمه وتركبهم مواصلات وتركب مواصلاتك تروح شغلك وماشي الحال؟ الحمد لله يا فندم. اشتغل شغله ثانيه ولا حاجه؟ لا والله الحمد لله ربنا استر على كده الحمد لله نحمد الله. طيب يا محمد شكرا. معلش يا فندم بس اتمنى من ساعتك بس حضرتك تشوف لنا موضوع الكتب ديت عشان انا غلبت مع الاداره التعليميه في الموضوع ده. طيب في اداره التعليميه في طنطا؟ اه يا فندم اداره غرب طنطا التعليميه. اداره غرب في طنطا. يعني ان شاء الله وزاره التربيه والتعليم تكون سمعانا ونتابع المشكله. استاذ محمد شكرا لك. استاذ محمد من الغربيه من طنطا إدارة غرب التعليم في طنطا من فضلكم شوفوا حكاية الكتب بتاع مدرسة مؤسسة العجيزي. من فضلكم نساعد بعض. ربنا معاكم. أنا عارف الحمل تقيل والشغلانة صعبة بس معلش ربنا معاكم. مين الدكتور اللي قلت لكم عليه بقى؟ مش هقول اسمه بقى. في مستشفى راحتها سيدة فاضلة معها واحدة بتعالجها عندها مشكلة صحية بتاع لقوا المستشفى فيها. فيبدو ان السيده الفاضله اتكلمت مع دكتور من الدكاتره مع موظف من الموظفين شخص يعني في المستشفى فقال كلام قالت لي خطير جدا. احنا هنسمعه مش هنقول اسمه عشان احنا اترسنا في الحكايه دي بدل المره 20 مره. نجيب واحد يتكلم ويقول في فساد وفي بتاع يروحوا في رافدينه ومبهدلينه وخلي الاعلام ينفعك وخلي بتاع. فاحنا مش هنقول اسمه هنخبي. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ؟ الله يخليك. حضرتك بتشتغل في مستشفى العام في المستشفى العام في اكتوبر اسمها مستشفى العام اكتوبر ها؟ ايوه يا فندم. ايه بقى ايه اللي عندكم بقى من مشاكل؟ والله يا فندم الوضع مزري. الوضع سيء 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 سيء. من ناحيه ايه يا دكتور؟ من ناحيه ايه يا فندم؟ الجو العام للمستشفى ما بيساعدش على تاديه العمل بشكل كويسه. يعني بمحلية. يعني ما عندكش ادوات طبيه؟ ما فيش ادوات طبيه. ما فيش ادوات طبيه. واحيانا يكون الاجهزه بتاعت التعقيم تلفه وما فيش صيانه بتتعمل لها، ما بقاش في الات حتى للتعقيم.
الادويه نفسها يا استاذ محمود ساعات كتير جدا تبقى مش موجوده، يعني الادويه عندنا بتيجي مرتين في الشهر، اول 3 ايام تقريبا بتخلص كل الادويه. يعني الادويه بتيجي مرتين في الشهر تخلص في 3 ايام. 3 ايام بالظبط، وبعد كده ما يكونش فيه ادويه خالص. ياخدوا بقى حديد وزرنيخ وبتاع. طيب بالظبط يا فندم. التحاليل الطبيه نفسها يا فندم لما بنعوز نطلب تحاليل طبيه موثوق فيها ما ناخدش التحاليل اللي بتتعمل جوه المستشفى بتاعتنا. يعني حضرتك كراجل مسؤول في المستشفى لما اما اجي لك انا حاله تقول لي حلل بره؟ طبعا انا ما بقدرش اقول كده لكل الناس، اللي بشوف ان هو يقدر ان هو يحلل بره ومعاه فلوس ان هو يقدر يحلل بره بطلب ان هو يحاول. بس انت كرجل مسؤول لا تثق في تحليل المستشفى؟ تماما. ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ الاجهزه عندنا مفيش صيانه بتتعمل ليها، التحاليل بتتعمل اسم عشان خاطر تطلع ان في تحاليل. اجهزه الاشعه عندنا حضرتك لو شفت اقل حاجه ممكن تتعمل في اي مستشفى اللي هي الاشعه الاكس راي سيئه جدا، يعني حتى احنا الاطباء ما بنعرفش نشوفها. المستشفى عندنا مستشفى مركزي عام بيخدم مدينه 6 اكتوبر كامله، ما فيهاش جهاز اشعه مقطعيه. يعني اي حد جاي في حادثه يا فندم او محتاج ان احنا نعمل له اشعه مقطعيه اذا عشان نشوف اذا كان محتاج تدخل جراحي او هنتعامل مع الحاله ازاي، بنضطر ان احنا نحولها. ده طبعا بيضيع وقت المريض اللي بيبقى وقته ضيق جدا ان هو يوصل لغايه المستشفى عندنا، وبعدين احنا نحول المستشفى تانية عشان خاطر احنا ما عندناش جهاز الاشعه المقطعيه. طبعا حضرتك عارف الحاله دي بتبقى شكلها عامل ازاي وايه اللي ممكن يحصل لها. يعني طب عندكم غرفة عمليات؟ عندنا غرفة عمليات يا فندم، وللأسف حتى غرفة العمليات عندنا، يعني احنا عندنا صور على الموبايل وفيديوز لعمليات أطباء عندنا في المستشفى اضطروا ان هم يعملوها بدون تعقيم. يعني في عمليات اتعملت عندنا ايام ما كانت الكهرباء بتقطع عندنا والشبابيك مفتوحة في غرفة العمليات، يعني ده منافي تماما وما زال يا فندم العمليات ما زال عندنا حتى اليوم نقص في تخصصات طبيه. لا يعني ممكن احد الاطباء يدخل يجري جراحه وهو مش معقم؟ حصلت يا فندم ومتصوره. حصلت ومتصوره. طب انتوا مستشفى المفروض وشباك بتاع انتوا يا فندم مستشفى المفروض جديد، يعني اكتوبر ده ما بقالهاش حاجه، اكتوبر دي بقالها 20 سنه مثلا ولا حاجه. هو المستشفى ما كانش معمول يا فندم بصلاحيه ان هو يخدم الناس بشكل كويس. امال معمول عشان يتعمل فيه مصلحه؟ اشبه ان هو يكون بالوحده الصحيه. يعني حضرتك ممكن تبعت حد يصور ويشوف المستشفى عامله ازاي. الوضع مزري جدا يا فندم. حال الاطباء نفسهم احنا معرضين لتهديد دائم من المرضى اللي موجودين لعدم رضاهم طبعا عن الخدمه اللي بتتقدم واللي احنا مالناش ذنب فيها. نمره 2 لعدم وجود امن الاطباء والطاقم الطبي من تمريض وعاملين وخلافه. احنا كل يوم عندنا مشكله، كل يوم دكاتره. ما عندكوش ضباط ولا امناء شرطه ولا عساكر؟ عندنا فندم امين شرطه واحد قاعد لما تحصل مشكله وحد فينا يطلع يقول له في مشكله جوه، الرد المعتاد انا مش يعني انا ما ينفعش ادخل، انا لو رفعت الطبنجه 100 واحد هيضربني. ده الرد المعتاد. كل يوم عندنا مشكله، كل يوم في اعتداء على المستشفى، كل يوم في اعتداء على الاطباء بسبب خارج عن ارادتنا احنا كاطباء، بسبب يعني بسبب مشكله جايه من وزاره الصحه نفسها. يعني هم مقصرين في حق المستشفى، وبالتالي احنا اللي بنبقى في وجه المريض واحنا اللي في وجه اهل المريض وبيشوفوا التقصير مننا احنا، مع ان ده مش هو ده الواقع. يعني اقدر اقول خلاصه الكلام يا فندم انه انت تشعر بتقصير كبير في حق المريض اللي المفروض تقدم له خدمه جداً احسن يا فندم. جدا يا فندم. المريض رخيص جدا في المستشفيات العامه يا فندم، وانا اشهد ان هو ما بياخدش الرعايه الطبيه اللازمه. طيب. وده مش بايد الاطباء، واحنا نفسنا ان احنا يعني نعمل حاجه. طيب. احنا امكانيات ما بتساعدناش غير التوتر اللي احنا فعلا عايشين فيه كل يوم بسبب المشاكل اللي بتحصل والاعتداء الدائم اللي بيحصل على المستشفى كل يوم. طيب يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر الاستاذ اللي اتكلم، بشكر السيدة الفاضلة اللي جابت لي الموضوع اصلا، لان ده مطلوب ان احنا نعمل كده. يعني ان احنا لما نشوف فساد نبلغ، مش اللي كان الراجل بيتكلم في القهوة، لا معلش.
على كل حال يعني لازم نبقى مصحصحين شويه ونشوف ايه الحكايه. طبعا المستشفى دي احنا هنشوف ايه الحكايه، هل هيسمحوا لنا ان احنا نصور فيها ولا مش هيسمحوا لنا، هنحاول نشوف دوت. وبندعو يعني انا مش عارف، هو في ميزانيات للمستشفيات، في مستشفى عن مستشفى بتاخد اكتر، في مستشفى بيبقى تعليمي اللي هو تابع لوزير التربيه التعليم العالي اللي هو زي القصر العيني وعين شمس وكده. طيب نشوف. استاذ احمد من الاقصر، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا عم احمد، الله يكرمك. الله يخليك، والله انا بحبك من انت كنت في التلفزيون المصري. طيب الله يكرمك. والله العظيم. طيب الله يكرمك يا عم احمد. بس انا عندي شكوى صغيره يا استاذ محمود، يا ريت تحلها لي. يا رب. وانت انا عارفك ما بترضاكي بالظلم. طيب. بتحب الخير. طيب. الله يكرمك. انا متظلم، انا تبع الاحتياجات الخاصه يا استاذ محمود. تبع الاحتياجات الخاصه؟ طيب. اه. وخدت 4 شهور تدريب في مسجد تبع الاوقاف. وعلشان اتعين اوقاف اي مسابقه، الشيخ حسين محمدين وكيل اول وزاره الاوقاف في الاقصر. بيقول لي انت تعديت ال 40 سنه مالكش تعيين، طب لو جت مسابقه قال لي مفيش. طب القانون ما بيقولش كده يا استاذ محمد. ما بيقولش كده، مكتب العمل بيقول يعني هو بيقول لك ان انت ما دام تخطيت ال 40 سنه ما تتعينش. تعينش. طب هو ده قانون ولا ايه؟ ده مش قانوني. في مكتب العمل في مركز ارمانت بيقول لي ده القانون، ده في قانون اسمه لو كلمه بقول له قانون 39 لسنه 1975 بمعدل القانون رقم 49 لسنه 1982 الماده 9 والماده 10 الاحتياجات الخاصه ليهم اولويه في اي وقت 40 45. طب ازاي بيطلع لي القانون انا وكيل وزاره الاوقاف وكل ما اروح له ورحت له الاسبوع اللي عدت عارف طيب. يقول لي يا استاذ محمود بيقول طيب لي انت لسه عايش، طب اروح لك فين انا وعيالي؟ وانت يا استاذ محمود سالت راجل دلوقتي بتقول له انت مرتبك بتاخد كام؟ طب تسالني انا قول لي بتاخد كام؟ والله يا استاذ محمود انا باخد من التضامن الاجتماعي 450 جنيه ومتجوز ومعايا 3 عيال وفي اللي بياخد اقل مني ده يمكن اكثر حاجه 450. بتعمل ايه بيهم ال 450 جنيه دول يا احمد؟ ده ربنا عاد اللي يعلم يا استاذ محمود، ده ما تشوف والله العظيم انا ولا امتلك عقارات ولا امتلك ارض ولا امتلك اي حاجه، شفت الظلم هيوديني لفين؟ الناس مش بتفكر يا استاذ محمود، ما عارف ليه الحكومه ما تسالش فينا؟ انا في كذا قناه طالع، في السي بي سي اكسترا طالع، في صوت الناس في نحور طالع، قناه الفراعين طالع، محدش بيسمع. الحكومه تسمع بس ما فيش، يعني عايز حد يرد عليا، يمكن ربنا يسهل حد يرد علينا في قناه محترمه بتاعتك. انا مش عارف الظلم هنقعد لفين، 450 جنيه، انت يا استاذ محمود لو معاك 1000 جنيه 2000 جنيه خليك مكاني هيعملوا لك حاجه، والله ما هيكفوك ميه ولا غاز ولا غاز للعربيه. وهذا نقول الحمد لله 450 جنيه واروح اطالب على عامل مسجد، يعني مش هقعد على مكتب، ده عامل مسجد. يعني انا مش عارف يا استاذ محمود فين، انا عايز القانون ده تتواصل مع وزير الاوقاف، اي حد متحدث في وزاره الاوقاف. الشيخ حسين محمدين انا مش عارف يعني القانون ده قدام المحافظ، ده كمان قدام المحافظ بيقول المحافظ. طيب يا عم احمد، طيب بتقول اعمل لها ايه؟ طيب يا عم احمد، طيب يا عم احمد، احنا هنحاول نشتغل في هذه المشكله وربنا يساعدنا ان شاء الله جميعا. استاذ احمد من الاقصر مرتبه 450 جنيه. حسبها انت بقى، مش هحسبها انا تعبت من الكلام في الحكايه ديت، يعني حسبناها 100 مره. يعني دول ما يكفوش الاسره فول وطعميه كل يوم. يعني لو كانوا كل يوم فول وطعميه ما يكفوش 450 جنيه. انما هي ماشيه بتدبر، المصريين جدعان ويستحملوا. بس زي ما قلنا لحضراتكم عايزين شويه امارات بس عشان خاطر نقول للناس استحملوا، اجمدوا معانا شويه. يعني يلا معلش. طيب هنبقى نكلم الاستاذ حسين محمدين، نجيب تليفونه ونكلمه ونشوف ايه حكايه القانون دوت، ونكلم شيخنا سالم عبد الجليل صديقنا وصاحبنا ووكيل وزاره الاوقاف، نكلمه ونشوف، نحاول نشوف مساعده للاستاذ احمد من الاقصر بعد الفاصل. بخ ورده فيلم، اول فيلم رعب عن قصه حقيقيه
انا بقى مش عارف بقى ايه الحكايه بتاعت الفيلم ده. معايا السيناريست المتميز ومنتج ايضا محمد حفظي، المنتج هاني اسامه. انا مش عارف هاني ده اسامه جرجس فوزي ولا ايه الحكايه، مش عارف، مش هو. والمخرج هادي الباجوري، طبعا كلكم عارفينه. وفي فيلم اسمه ورد، فيلم رعب. اول فيلم هو نزل النهارده، يعني فيلم عجيب، فيه حكايه كده، لانه عن قصه واقعيه حقيقيه حصلت في احدى القرى المصريه. هو الفيلم انا شفته طبعا، ما حددش المكان، لكن جاب اهالي من المكان تقول اللي حصل باختصار. بعدين عمل الاحداث بقى بطريقه يعني فيها خصوصيه جامده جدا، يعني فيلم يستحق ان احنا نتكلم فيه ونشوف يعني كيف صنع هذا الفيلم، وايه الهدف من صنعه، وهل افكار الساده اللي اشرفوا على خروج هذا الفيلم افكارهم ايه بالنسبه لموضوع الفيلم ده. بعد الفاصل ان شاء الله.